الأطفال محتاجين الزبدة البلدية. الأطفال الآن محتاجين الزبدة البلدية لأن الزبدة البلدية فيها عوامل خاصة الطفل يتناولها، فيها الفيتامين بي وفيها شوية أيودين وفيها الكاروتين وفيها عوامل نمو، فيها شوية ليسيتين. فالزبدة البلدية والبيض البلدي وهذه الأشياء الطبيعية هذه كتطول الأطفال، هذه يعني تساعد نفس الطفل على النمو. حتى بعض النصائح اللي خلات الناس ما يستهلكوش الزبده البلديه، الزبده البلديه هي الزبده اللي محضرينها الناس من تجبن الحليب الطازج، حليب خضر. حليب الطازج لما يخمر ويمخض، يخض باللغه العربيه، ثم نفصل الزبده البلديه على اللبن. هذه هي الزبده البلديه التي نتكلم عنها، وليست الزبده الحيوانيه المستورده او اي نوع اخر، فباش نكونوا واضحين. فهذه الزبدة هي تصلح لتغذية الطفل، وممكن للطفل أن يتناولها 3 مرات في اليوم، ممكن أن يتناول الكمية الذي يريد بدون تحفظ. الزبدة الحيوانية التي استورد المغرب هي الزبدة جاية من البيتيراتور، هي المستخرجة مباشرة من الحليب. بمعنى أنها تحتوي على الكوليسترول. الزبدة البلدية المغربية هي زبدة مستخرجة عن طريقة التخمر، لما نخض هذا الحليب متخمر ثم نستخرج، هي ليس فيها كوليسترول، فيها كوليسترول مطبط غير نشط، هي لا تضر. غالبية الناس يقول لك بأن فيها كوليسترول. لا فيها كوليسترول لأن الناس درسوا في أوروبا، حتى الطب درسوا الناس في أوروبا. أوروبا ما بقاوش كيخمروا الحليب، ما عندهمش الزبدة مخمرة، عندهم الزبدة اللي خارجة مباشرة. يعني عندنا آلة البيتيراتور. البيتيراتور شنو؟ واحد الآلة فيها طرد محوري سنتريفيكيشن، شنو كنخرجوا الزبدة مباشرة من الحليب، مباشرة من الحليب بدون أن نخمرها، بدون معنى أننا نستخرج معها كوليسترول 100%، كله كيخرج مع هذه الزبده هذه. فهذه اللي كنسميوها حنايا الزبده نوتر، هذه كيكون عندها البي اش ديالها 6 7، وهي من معفنه وعاد غادا تغسل وتصنع يعمل لها الحمض البوريك وتحفظ ربما حتى بحمض الشوربيك. اما الزبده البلديه المغربيه اللي تنجي من حليب الطازج المخمر بتخمير ذاتي او تلقائي، يعني سبونتانيوس فرمنتيشن، هذه الزبده لا خوف منها على الاطفال، ولا خوف من الناس اللي عندهم كوليسترول، ولا تؤذي حتى الأشخاص اللي عندهم أمراض القلب والشرايين.